لا يليق بنا، لا يليق بنا أن نقلق أبدا. إن مصر قد أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا. إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء وأبى من أبى. قبل ما يحصل أي حاجة لمصر يبقى لازم أنا والجيش نروح عشان حاجة تحصل. إن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني بأي شكل من الأشكال السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن، لا مساس بالمية الخاصة بمصر. بنقول للآخرين انتوا تعيشوا واحنا هنعيش، تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا الخير جميعا، لنا ولكم. كلمة أنا بقولها لكل من يهمه الاستقرار والسلام والتنمية، ومصر دولة كبيرة، مصر دولة كبيرة.